ما هي أبرز الملفات الحارقة التي ستكون على طاولة النقاش، وأي الملفات ترى أنها يمكن أن تشهد تقدما ولو يسيرا في المرحلة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، واهلا وسهلا بكل مشاهدي اذاعه التلفزه الدوليه. اجابه على سؤالك، في تقديري ان اهم الملفات المطروحه على طاوله القمه الافريقيه القادمه، يعني اولا يعني العلاقات المغربيه الجزائريه المتوتره الى يعني ادنى حد او المقطوعه. اذا فهذا الملف، يعني انا اعتقد ان هذا الملف ياخذ الاولويه يعني في جدول الاعمال، يجب ان ياخذ الاولويه في جدول الاعمال القمه، نظرا اولا يعني موقع البلدين يعني في افريقيا، وموقع البلدين في شمال افريقيا، وموقع البلدين يعني في الاتحاد الافريقي. دولتان يعني دولتان يعني ذواتا يعني ثقل، وزن ثقيل يعني في ميزان القوى في السياسه الافريقيه وفي سياسه الاتحاد الافريقي. اذا فما دام ان خلافاتهما وصل الى حد قطع العلاقات، يجب الاتحاد الافريقي لحسن يعني سير الاتحاد الافريقي ولاعطاء مصداقيه يعني للاتحاد الافريقي، يجب عليه على الاتحاد الافريقي ان يبحث جاهدا يعني لطلب حل، لاعطاء حل لهذه الازمه السياسيه يعني التي لا شك انها تشكل يعني عرقله كبيره لعمل الاتحاد الافريقي. فيجب على الاتحاد الافريقي ان ينظر في هذا الملف بعين الاعتبار، ويعني حتى تعود العلاقات بين البلدين الى يعني ان تكون علاقات بين البلدين علاقات وديه، يعني علاقات حسن جوار، علاقات يعني اخويه. ثم بعد ذلك في تقديري الملف الثاني ملف الكونغو الديمقراطية ورواندا. فما زال الكونغو الديمقراطية يعني تتهم جارتها رواندا بدعم الإرهابيين حركة 23 M23. يعني الكونغو الديمقراطية تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالتسليح والدعم وإعطاء قاعدة خلفية لهؤلاء الإرهابيين بضرب الكونغو الديمقراطية. إذا هذا الملف أيضا يجب أن يعقل الاتحاد الإفريقي يعني عليه، يعني إيقاف هذه الحرب بين البلدين. ثم بعد ذلك الملف التالي يعني الملف المؤسساتي، يعني يعني توالي الانقلابات في غرب افريقيا، في مالي، في غينيا كوناكري، في بوركينا فاسو، ويعني الانقلاب يعني الانقلاب المغطى او نعم الانقلاب المغطى في تشاد، كل هذه يعني عقبات وصعوبات مؤسساتيه يجب على الاتحاد الافريقي ان ينظر يعني فيها. ماذا وراء تكرار هذه الانقلابات؟ ما هي اسبابها؟ سنعود إلى ذلك إذا تفضلت لاحقا دكتور سنكري.